الشفاء وعملية تنظيم الجهاز العصبي وعملية تنظيم الدماغ وعمل الدماغ، الأكسجين اللي هو الهواء اللي بدنا نتنفسه، بس نتنفسه بشكل عميق، نحبسه شوية ونحرك حالنا، هذا حيرفع ويرتب موضوع الضغط. وبعده قد ما تقدروا عن الأدوية اللي ما إلها داعي، مش ضروري أظلني أخذ أدوية لتنزيل الضغط أو مسكنات أو شغلات ما إلها داعي، عن جد ما إلها داعي. أنتوا اكتفوا في الشغلات الطبيعية وعودوا حالكم على نوعيات الأدوية التانية الطبيعية اللي بنعطيكم إياها، اللي هي أهمها الحركة والتمارين وإنكم تتحركوا. هذا علاج لكل المشاكل اللي موجودة عندكم. ضغطك واطي، مش عارف تعليه، يا بتقعد لك مع واحد يسم بدنك ويرفع ضغطك مباشرة. إذا فيش عندك حدا يسم بدنك، افتح على الفيسبوك اسمع أخبار هيك ولا هيك، كمان ضغطك بيرتفع مباشرة. يعني هاي وصفات أكيد حترفع الضغط. يعني بدكم شوية ضغط نفسي، خدوا ضغط نفسي بيرفع لكم الضغط شوية. يعني هاي بسيطة، رفعة الضغط، تنزيل الضغط هي البسيطة اللي هي أبسط أنا باعتقادي وأقل خطورة، اللي هي رفعة الضغط. بس المشكلة الأساسية واللي بتحتاج لفترة أطول في العلاج اللي هي نزول الضغط، يعني عبين ما نقوي عضلات القلب ونقوي الشرايين ونقوي الأوردة ونقوي كل الأجهزة تاعتنا ونغير النظام الغذائي حيأخذ وقت، بس حتحصلوا على نتائج مباشرة. وطبعا بدكم توقعوا حالكم اللي عنده ضغط منخفض ولما يكون بحس في دوخة وفي حس في خضران، بدنا واحنا نايمين لما نصحى الصبح لازم ننام نقلب على جنبنا شوي شوي، نمسح على وجهنا شوي شوي، نقعد ونقوم نوقف لوضعية الجلوس شوي شوي بحذر، بعدين نوقف شوي شوي ونشرب كاسة مي. دايما كاسة مي، المي ضرورية جدا، ضلنا نشرب مي. أنا بكون وجع راس عندي أو بكون مش مصحصح أو كذا، بدل ما أروح أشرب قهوة بشرب كاسة مي وبترجع كل شيء للوضع الطبيعي. العصائر الطبيعية كلها بدكم إياها، بدكم أملاح معدنية، يعني بدكم مغنيسيوم، بدكم بوتاسيوم، بدكم صوديوم. الملح كويس كتير، الملح الطبيعي مش الملح الأبيض هذا اللي بناخده في البيت ملح الطعام، احنا بنحكي عن الملح البحري، الملح الصخري، ملح الهيمالايا، ملح موجودة فيها العناصر المعدنية. هاي بناخد ملعقة في اليوم، ملعقتين في اليوم، ملعقتين صغار، هذا بيكفي لحاجتنا. والملح ضروري جدا لعمل الأعصاب وعمل الجهاز العصبي وعمل العضلات، يعني ما نستهين في ضرورة الأملاح هذه. المغنيسيوم والبوتاسيوم عندكم الفواكه، عندكم التمر، عندكم العنب، عندكم التوتيات كلها، عندكم الكرز، عندكم الخيار، البندورة، السلطات، زيت الزيتون، الأفوكادو، ما شاء الله، يعني القائمة تطول. وخلوا بعين الاعتبار دائما انكم تاخذوا من هاي الحبوب الكاملة اللي لازم تكون موجودة عندكم، حبوب الرشاد، حبوب الكتان، الحب السوداء، السمسم، القرنفل، هذه لازم تضلها كلها مطحونة وتستخدموها مع السلطات. السلطات لازم مرة في اليوم، مرتين في اليوم، اللي تعطيكم قوة للدم. وفي عصير كمان هذا كويس كتير لارتفاع انه يرفع ضغطكم ويعطيكم قوة للدم، اللي هو حبة شمندر او حبة البنجر الاحمر، تحطوها بالخلاط بعد ما تنظفوها وتكشروها، تحطوا حبة جزر عليها وتحطوا ليمونة خضراء، افضل شيء الليمونات اللي ما بكشرها طبعا، بعد غسلها بتقطعوها بتحطوا الليمونة والجزرة وحبة الشمندر، وهذا المشروب تشربوه مرة في اليوم. وبعد ما تشربوه بصير في عندكم طاقة اكثر، هذا ضد الانيميا او فقر الدم. بعدها بيكون في عندكم طاقة تروحوا تتمشوا، تروحوا تتحركوا، تروحوا تعملوا تمارين. بدكم الأمور هذه. واحد عنده ضغط نازل بده شربات، الشربات يعني مياه مع
الخضروات تبقى مغلية، وإحنا بنشربها دايما مع الأكل، لازم تكون مرة مرتين في وجباتنا الغذائية الشوربات، بغض النظر أنواع الشوربات. من الحبوب كمان الكويسة اللي هي حبوب القرع، والحبوب البذر عباد الشمس، حبوب البذر البطيخ، هذه الحبوب أو التسالي هاي كويسة كتير إنه دايما نستخدمها. هاي فيها زنك، هذه فيها مغنيسيوم كتير، هاي فيها بوتاسيوم. هذه يعني تعودوا على المأكولات والتسالي هذه والمكسرات والأسماك، وجبة سمك في الأسبوع أو وجبتين لو واحد عنده فقر دم، بدنا أحماض أمينية وبدنا كل المعادن والفيتامينات اللي موجودة، الحمضيات كلها في كل أنواعها طبعاً، البرتقال، الليمون، الجريب فروت، كل هذه كويسة كتير، الأناناس كله كويس، كله منيح، كله طاقة، بدنا طاقة. وما تقولوا لي بنحف وبنحف وبضعف وبنصح ومش عارف ايش من هالحكي هذا الفاضي. كلوا اكل معتدل، اعتنوا بصحتكم، دشروا لي من موضوع المسكنات والأدوية يخففوا منها، اتوكلوا على الله، زيلوا الضغط النفسي من عندكم، امشوا، اتحركوا، اشربوا مي كتير، وحتشوفوا كيف هالتغيرات هذه شوي شوي صرتوا تحصلوا عليها. شكرا لكم، تحياتي لكم. مش حدا كل ضغط مرتفع ولا ضغط نازل من اليوم وطالع، هاي شغلات بسيطة إذا فهمناها وفهمنا كيف نتعامل معها عن جد مش حنواجه مشكلة في علاجها، اللي هي مش أمراض، هذه مش أمراض، هاي فقط أرقام. هاي الأرقام إذا طلعت أو نزلت ممكن يصير في عنا أعراض، إذا صار في عنا أعراض في هاي الحالة لازم نبلش ندير بالنا على صحتنا ونتبع الأمور البسيطة هذه اللي على المضمون 100% حتعطيكم الحل الشافي والحل النهائي، بس بدها شوية صبر وشوية جهد وشوية همة. هاي ما شغلات ما بتيجي مرة واحدة ولا بتيجي بيوم ولا بتيجي في ليلة، هاي بتيجي تدريجيا، بس احنا في هاي الحالة بنخلص حالنا من ألام كتير ومشاكل كتير. شكرا لكم، الدكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل، كنا معكم مباشر من مدينة ميسيساغا الكندية. الساعة الآن 4:05 العصر المغربيات، فتحياتي وبنشوفكم في لقاء تاني. سلامات.